قوم صبحي، قوم اطلع اطلع، شو عم يصير برا؟ صبحي رد علي، هلا ما عاد بدك ترد علي. تكيلي بهمي، تكيلي بهمي، ها ما عاد يطايق احدا، لا اول واصله معي عم بغلي غلي. ها بالله شبك من لما كشفته لربحي السهيان داخلك؟ شو كنت متمني اني اطلع انا؟ لا مو هيك لولو، مو هيك، بس يعني ربحي حياكلها هلا، الشغله كبيره ما لها صغيره، بعدين تعلق لك لا تنسي، بضلوا اخي. بابا ليش ما شفته؟ لما اتصل بواحد ودبر لي اياه مشان يشهد علي، يعني لو مالي ملاحقه حالي ومتصله برفقاته كان لبسني اياها للقصه، ولا كنت متمني اني انا البسها؟ لك افهمي علي لولو، ايه يعني لك ما بتعرفي قديش انا بحبه، لك انا بحبه كثير، مو قال يعني انت مرتي على ورا؟ ايه ما حكي له ولا كلمه يبليني بحم على جوازه، كمان هذاك بضلوا اخي، بس مو مرتي اخي، ما في داعي احكي انا وياه، بس ما بدي يطلع كلامه صحيح انك انت جاي توقع بيناتنا. انا كيف ما شفته لما قلنا ادخلوا على غرفكم واطلعوا منا الا المناديلكم؟ قوم صبحي تحجج لك بشي حجه واطلع شو عم بيصير برا. الله حبيبي الله يوفقك. حبيبي بشخت وشخت انا بذبح وخليلي يا مره ثانيه. الله يا عيوني خلينا نحكي شوي، انت ظاهر فهماني غلط، الجواز بلا حكي ما له طعمه. ها ايه 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 سامعتك. تعال وين رايح؟ بابا بدي روح المطبخ، بدي عطشان. خل على غرفتك، خل خل على غرفتك من هلا، ما في شرب ما في دخلي على الحمام لحتى ناديكم، فهمت؟ بس بابا يعني انه عم بقول لك على غرفتك ولك. حاضر بابا. شو؟ ما خلاني اشرب. طيب شو شفت؟ ما شفت شي، بس عمدك عم تحكي على التليفون. مع مين؟ ايش بعرفني مع مين؟ ليش انا لحقت اسمع شي؟ طيب هو عزمي؟ بابا كان قاعد عم يشرب كاسة ليمون مقابل باب سقاط. ناطرنا مشان ما نهرب. ها؟ ناطرنا؟ حبيبي ربحي ناطرك مو ناطرنا، يعني انت اللي اكلها لوحدك. يا عمشو يا عمشو ما عليك يا فتحي، وين الترباية فيك يا فتحي؟ شو عم بعمل هذا الشيء كله لحالي مو مشانكم كمان؟ بسيطة بسيطة. ليه جبت الكلب وخليته يعض ابوك؟ لك كم مرة فهمتك انه ما كان قصدي عزمي، كان قصدي هي الشغضومة لولو. ايوه صبحي، وصبحي ما بتعرف اني نايم معه بالغرفة؟ ما بتعرف ان اخوك كمان صبحي بخاف كتير من الكلاب وبيرتعب منه؟ ولي عليك شو نقى، ولي عليك شو نقى لك يا اخي، صار لي صار، المهم هلأ شو بده يصير؟ لحظة شوي. الله يخليك سألك شو عم بيصير برا، يعني هو بخواش الباب تبع غرفته مقابل الصالون. بس شوي بس شوي بس شوي، ما تحكي انت حبيبي ولا مالك عين تحاكي. يا الله كله من هالشاضومة لولو، كم مرة بدي فهمك؟ تذكر كيف كنا قبل سمنة وعسل، ايد وحدة، تعاون تعاضد، الكل في واحد والواحد في كل، في الاتحاد قوة. بسيطة أنا بورجي لهي لولو. الله يخليك خذ حكي كرمالي كرمالي، بس شوي تقبش قلبي. إيه؟ طيب وبركي ما رد علي؟ أوكي بايا، إذا ما رد أخي بلا على مسؤوليتك. ها على مسؤوليتي وعملها بتيابك. بابا دخيلك خليني فوت على الحمام، حيطقوا خواصري ما حدا عرفان شو صار فيني أنا. لك عم بقول لك على غرفتك، على غرفتك. شو؟
شو ما خلاني ادخل وما عم يعرف يحكي معي وانت ما عم تخليني احكي. لك ليش ما عم نحكي مع بعض؟ عم بفوت انت. هي اجيت واقف. لما شو غبي بتزوج انا؟ اصلا انا المساله صار بدها محامي، ما بحكي الا بوجود المحامي تبعي. شو سمعت؟ يعني شو عم بيحكوا؟ شو عم بيعملوا؟ ما سمعت شيء ولا شفت شيء ولا بدي احكي معك. لا انا بدي احكي معك بس انت ما بدك تحكي معي. شو سمعت؟ يعني شو عم بيحكوا؟ شو عم بيعملوا؟ ما سمعت شيء ولا شفت شيء ولا بدي احكي معك. لا انا بدي احكي معك بس انت ما بدك تحكي معي. شو هاد؟ هلا بتشوفي. اديو وين عرفها؟ صبحي انا فتحي. ايه فتوح شوفي. شو اسألو؟ اسألو شو عم بيصير برا وخليه يطلع من بخواش الباب. ايه صبحي طلع لبرا وشوف شو عم يصير من بخواش الباب. لحظة شوي. بابا قاعد على كرسي وعمتي قاعدة عم تحاكي. لك شو هاد عالنقطة؟ لك شو هالجواز هاد؟ بعلم حركات؟ الله اكبر. سألو سألو مالو سامع شو عم بيحكوا برا؟ ايه اخي هي اتصلت بالكل. اللي بقى انت شو ناوي تعمل؟ ما بعرف يا شكرية، لسه ما بعرف شو بدي اعمل، بس لازم صلوا ترباية للكل حتى يعرفوا ان الله حق ومحمد نبي. وينك اخي لا تاخذني بهالكلمة، انت عاطي ولادك وش زيادة عن اللزوم، وامهم الله يرحمها ما عرفت تربيهم، وكل ما عملوا شيء بتتساهل معهم وبتقول هدول شباب هدول مراهقين اولادي ما في منهم بالدنيا. لا واخر طب الكيل تقبرني، رحت عملت لي لهم انتخابات قاموا زادوا. ان شاء الله بتقبر قلبي هالمره، لا تفوتها، خليك شديد معهم مره واحده، كون قاسي مره واحده مشان مصلحتهم. ارجوك لا تتساهل. لا اختي ما راح اتساهل، هلا بس يجتمعوا الكل راح افكر بطريقه نوقفهم عن تحدهم. اوعى يرق قلبك اخي، اوعى تحن وتقول هدول ايتام مثل العاده. لا شكرك عم بقول لك تركني فكر. فكر تقبرني فكر، فكر مثل ما بدك. شو رايك نتصل بابو عادل ويجي ياخذهم يعمل لهم كل واحد فلقه بالمخفى؟ لا شكرك عم بقول لك تركني فكر. فكر تقبرني فكر مثل ما بدك، بس اول شيء لازم تقطع عنهم الخرجيه. شكرية قلت لك اعطيني وقت. زكاتك قومي افتحي. اسمع هلا بان ظهر عمي ابو حمدي. ها تحرك شوي قام بان ظهر حماتي ام لولو. يستملي الزواج. بعد شوي خليني شوي. استر اختك بعد. لك له خلي عينه على الباب بعدين بنحاكي. صبحي خلي عينك على الباب بعدين بنحاكي. بعدين بنحاكيك. هيك لكن يعني عم يجهزوا حالهم ليلاقونا شي عقوبة. سمعت فتحي؟ مو بس انا رجلي بالفلقة، رجلينا كلياتها بالفلقة. سمعت لو ما سمعت؟ سمعت. بقى لازم يكون ايد وحدة، الكل في واحد والواحد في كل. اصلا هن ما قدروا علينا غير لما تفرقنا، كلهم نهسرنا ويلولو المعيون. بسيطة هي لولو عم تشتغلي ضدنا جاسوسة؟ طيب وهلا شو ناوي تساوي؟ هدول بدهم أكثر من 10 كلاب ليقدروا عليهم. يا ريت قدر لمنهم شي 10 كلاب جعارية وفلتهم عليهم. تعرف شو رأيك هيك نجيب لهم شي نمر ظريف؟ سمعت هلا في جاي لعنا هيك سيرك روسي بس شغلة، يعني هيك عنده كم نمر ظروف يكون أحسن. لك نحن بس نحن بدنا حل سريع وفعال، محبوسين بالأوضة شو بدنا نسوي؟ فتوح الله يخليك صالحني مع صبحي، بس لا تقول له انه انا بدي صالحه، قل له انه انت حابب صالحنا مع بعض. الله يخليك بس شوي. كرمال. هذا اللي صار من اول للاخير، بقى ساعدوني نلاقي حل حتى ما اتهور واتصرف معهم تصرفات غلط. يا صاغي معقول يصير معك هيك وما تخبرنا؟ وهي عضة الكلب بتعدي؟ لا ما بتعدي لاني عزمي عم ياخذ ابر، واليوم اخذ اول ابره وباقي له 20 ابره. سامع اخي سامع، ما هم اللي صار، كل همه انه ما تنعدى. يعني يلي ما بيعرف الشغله بيجهلها مثل ما بيقولوا.
صهغي انا قالوا لي عدم المؤاخذه عدم المؤاخذه يعني انه يلي بيعضوا كلب بيكلبوا بالصيغ بعض والعلم نوغم مثل ما بيقولوا. بقى انت كيف حاسس حالك؟ عدم مؤاخذه يعني عدم مؤاخذه عبالك يعني الله عليك يا سوسن، يعني خايفة عضيك؟ هذا إذا ما أخذ إبر. أنت تعض أخي إن شاء الله إلهي عدوينك يا حق. هلأ تركونا من الحكي هاد، شوروا علي شو نعمل. خلينا نبلش بأبو حمدي. شوف يا أبو صحي، يعني بلا ما نقول أنا من الأصل مو عاجبتني تصرفات الأولاد. أي نعم هن مراهقين وطيبين، بس اللي عملوه مو قليل أبدا. طلع على أولادي، أنا لما بفوت البيت بزت الإبرة بسمع رنتها، صح ولا لا شكرية؟ إيه صح أبو حمدي صح، وإنت اللي بتكون برات البيت ما بيسترجوا يتلحفظ معي. معلوم أم حمدي معلوم، أنت الأصل. بقى يا أبو صبحي أنت لازم تقوي قلبك وتقسى عليهم وتأرجيهم العيلة الحمراء، العصاية من الجنة مثل ما بيقولوا. وإنت شكرية طبعا رأيك من رأي جوزك. إيه أخي أنت بتعرف رأيي وقايلت لك يا من زمان. ايه سوسن سمعينا. الله يرحمك يا اختي، لو كانت عايشه ما كان صاغي اللي عم يصير. شوف صغري، انا رايي من راي جوز اختك، بس ما بدك تشد كثير عليهم. ايتامي علي، يعني بدك تشد وتطغي، يعني تجرح وتداوي مثل ما بيقولوا. بدي شيء اعمله، قولوا لي شو اعمل. كانه في تمك حكي ملولو. لا تاخذني ابو صبحي بهالحكي، الحكي اللي حكيته مو طبيعي، يعني لازم تحطهم بالاحداث لحتى يتغرب. سمعت؟ ما بده يصالحك. انا فرجي لهي الشاضومه السرناوي لولو ام عيون اللي مفضله تميز مصر لا رقبه ولا خصر، كله منها. حرام عليك بقى، البنت ما حكت ولا كلمه. ايه ما حكيت، بس اشرت له انه ما يصالح. وكيف عرفت بقى؟ ايه ما شفته كيف عم يتقدي وعم يتلكى، اكيد كانت عم تاشر له. لا ربحي، صبحي طول عمره ما بتعرفه شلون هيك حكي وصعب وبيقطش. بعرف، بس هي اشرت له. هلا شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ فتحي انت معي ولا لا؟ ما كملي لله شو بدي اعمل؟ لازم نعرف شو عم بيساووا برا، لازم نعرف شو عم بيساووا مشان نحاربهم. شو قلت ربحي؟ حاربهم؟ حلوة نحاربهم، والله ظريفة ان شاء الله يحاربهم. ربحي حبيبي يعني انت يصير لك فيك شيء يعني، بس قل لي انه فيك شيء يعني. هي لازم نعمل حرب. ما فهمت شلون يعني. ما بيشتغل؟ بيستقبل مدرسة. وينه؟ ما بيستقبل. شو طب شوش ماشي الحال، بصلح بعدين. الله يسرك لك الجنة. ها يا حرام، 3-1 3-6 3-1. الو الو، مرحبا خالي، كيفك شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. اهلين، انا ربحي ابن الله صبحي. الله يسلمك. هلي نتشرف خالي، نتشرف اكيد نتشرف. تسلم يا رب. طب يا خالي انتوا ليش ما عم بتزورونا كمان؟ ايه ان شاء الله. خالي هشام عندك؟ ايه الله يخليك، نادينا يا ايه. هلا بستنى على الخط بسرعه. الله يخليك هشام اللي فوقنا، شو بدك منه؟ الو الي 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 الي، كيفك هشام؟ شو اخبارك؟ هشام لك ولا للديب؟ الديب اسرع لا تقولها بايخه. هشام الله يخليك. فتحي هالبنا ما عم بشيل عينه من على التلفزيون. لك ايه الله يوفقك، طلع الصبح بيتنا. انت مو بتعرف الدش تبعنا؟ ايه شيل الابر. لك ايه تنتين. لك لا لا لا، العربي والاجنبي. لك الاجنبي بنتفرج عليه عندك بالبيت لحالنا. ايه لك لا ايه، والانتين تبعنا كمان شيله. ايه يا الله يخليك، ما عم بشيل عينه، بتمقمق عيونه مقمقة فتحي. لك لا ما فيني اطلع، انا قاعد عم براقبه لانه لك ابي مكسور رجله. ايه لك صبحي مو هون. ايه بتطلع هلا ايه تقبش قلبي، لانه اليوم فتحي جاب علاماته كلها اصفار.
صار الله لا يروي. وابي حبسه بالحمام لولاي. ايه تقبو شلبيه بتطلعها اعتمد عليه اكيد امانه لمن بالله. ايه عشان لا تخجلني. ايه تقوش قلبي يلا باي. يلا مثل ما قلت لك ايه طير الطاير سبعي باي يلا. يا كذاب لك يا جدوبة هي خطة انا هلا عاملها مشان جلله استاذ حجلله من جنان مشان مفروض في المؤتمر اللي عاملينه برا. عم بلعب يعني ما حقاطيك وما حصلك الله يوفقك الله يوفقك يا نورو يا حبيبتي لك يعني رحت وني جيت وما ضلوا اخي بعدين حكى مع فتحي واتصل فيه مشان صالحني والله لو ما كان عم تدبر شي مؤامره جديده ما كان اتصل بدون صالحه لك لا حبيبتي هاتي من ايدي ما في لا ما في لا حبيبتي لك حبيبتي انت لك انت ما بتعرفيني ربحي والله هو مو هيك عم تضحكي لك عم تضربيني وعم تضحكي تستاهل لانك انا اللي بعرفه لانه هو اللي كان اليوم بده يدهورني دهورك هاتي من ايدي ما في ما إذا بتمدينا إيدك ثاني مرة بكسر لك ياها لك أنت طيب بس هو قلبه مليان كله غلو حقد ومكر غلو حقد ومكر؟ إيه كيف طبعتي هي بتكبي شعرك دي؟ ما تحكي هيك على ربعي ها ما بسمح لي بزعل مني لك وين رايحة؟ لك بزعل مني بزعل مني طبعتي فيه اللي ما بزعل الله وكيلك ما أخذ أكل ها بعدين هو عمل كل العمايل مشان ما يخلي ابوي يتجوز الله يخليكي يعني نحن اشتركنا معه ما كان لوحده انا بزماناتي عملت عمايل بالارسال اللي كانت تبعتهم عمتي دوختهم دوخ ايه بس انت عقلت هو لساته من مؤامره لمؤامره انا عقلت؟ ايه هو بيعقل يعني هو بيعقل ونحن لازم ناخده شوي هيك بالهداوه بالهداوة يا عيونكم إلى حيث تسر أبدا لا لا يا دكتورة الهداوة ما بتنفع معهم أبدا أخي شعل أصابيع وشموع مشانهم بس هم ما قدروا شوفي أم لولو لو عقل صبحي بس أخي كمان ما قصر أنا مجيتي بحب إنه الكل ياخدوا جزاتهم مو تجي براس ربحي ولو اني بعرف انه ربحي هو محراك الشر بهالبيت ايه بس يا ست شكريه الولاد بسن صعبه يعني بدهم رعايه اكثر من هيك يعني مالهم الولاد الصغار تجي تلحقيهم بالعصايه إيه الولاد الصغار ما بقى حدا بالعالم يضربهم اي يسلم تمك دكتوره وانا كمان رايي من رايك لانه اذا كبر ابنك خاوي مثل ما بيقولوا ها هلا كلكم اتفقتوا علي وعلى جوزي لا مو هيك القصه يا شكريه عم نتداول بقى بلا تعصيب شايف الدكتورة رغم اللي عملوه فيها سماحتهم بالمناسبة دكتورة أنا كنت خايف أحكي لك أمي تنقذي من الأولاد وتغيري رأيك بالعكس أنا مقدرة ظروفهم ومنتعاطفة معهم كمان ولي شو هاد زمون خطر مو خطر ولي ترك البنات لحالهم بالبيت وانا كمان تاخكي كريم شكرية افتحي التلفزيون من عندي افتحي ما في شي اخي قومي شكرية قومي شوفي انتيلو من ورا ما في شي اخي الانتين محله ايش على الدش شيء اخي لك قلبي على غير محطه ها 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 كل محطات ما عم تطلع ما فيها شيء راديو حد يفتح الراديو عشان يا جماعه وين الراديو لا اطلع اسمعوا صرح ناطق رسمي بما يلي قامت طائراتنا بهجوم جوي على أراضي الكيان الصهيوني وقصفت مدينة نتاليا فأوقعت الكثير من الخسائر
وقد عادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة، وقد ردت القوات المعادية بطلعات فوق دمشق، وتصدت لها مضاداتنا الأرضية وأسقطت 5 طائرات، وتحركت قواتنا الباسلة على الجبهة متوغلة في أراضي فلسطين، وتراجع جيش الكيان الصهيوني وتم تكبيده خسائر فادحة. أيها الإخوة المواطنون، يا أبناء شعبنا الأبي البطل، نرجو منكم إغلاق النوافذ وعدم التجمهر والاجتماع والنزول إلى الملاجئ، ففي هذه اللحظة تقوم طائراتنا بقصف الوحدات العسكرية الصهيونية. نكرر، نرجو عدم التجمع لأكثر من 2 والنزول فورا إلى الملاجئ والحفاظ على هدوئكم. وفي هذه اللحظة يتقدم جيشنا البطل ويكبد العدو الخسائر تلو الخسائر. انتهى. ورجع على مصيبة يا لطيف. شكرية تبري مونة ما في طولنا بالمنجا. مشا يا لطيف. تحرك.